إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، من الأصوات العذبة الجميلة التي تلقتها الأمة بالرضا والقبول. وقد أثر الشيخ عبد الباسط بصوته العذب في الأجيال المتعاقبة جيلا بعد جيل، فهو صاحب أعذب الأصوات وأحلاها وأطيبها وأنداها وأجملها وأزكاها، فهو يتميز بعذوبة الصوت وحلاوة الأداء وروعة الوقف وجمال الابتداء والخشوع في التلاوات والتأثر بمعاني الآيات إلى درجة البكاء. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، مما عرفوا من الحق. صدق الله العظيم. صوته عذب نقي، ما مثله شيء لدي، أجوب آفاق الدنا، آتيه كالحلم الندي، أريجه وخشوعه ودموعه في وجنتي، أرمنت كانت بدأه ثم انتشى الصوت الذكي، يجوب آفاق الدنا تغريد صوت عبقري. يا عبد الباسط يا قمرا يضيء بكل الساحات، يا عبد الباسط يا صوتا يسعدنا كل الأوقات، من يقفو أثرك نهواه إذ يحمل بعض القسمات، تزهو بأثير إذاعتنا إذ تحمل نور الكلمات. يا عبد الباسط أسعدنا يا صاحب أحلى الأصوات، فصوتك عذب يأخذنا لرحاب نعيم الجنات. اقرأ وترنم وتنعم لترقى أعلى الدرجات.